يعني هل لا يزال المنتخب الفرنسي هو المرشح الأبرز بعدما شاهدناه في مباراة نصف النهائي كابتن فيصل؟ التوقع يقول هكذا، لأن الفريق الفرنسي يعني فريق متميز، يمتلك يعني لاعبين جيدين، خط وسط جيد، مدافعين جيدين، أيضا مهاجمين جيدين يتنافسون يعني حتى على هداف الدوري، وهذا يعني خير دليل أن يكون يعني الفريق الفرنسي لديه يعني بعض مثل ما بيقول يعني الحظوظ اللي أكثر يعني قدرة على خطف كأس العالم. نعيم، أنت من البداية كانت ترشيحاتك للمنتخب الفرنسي، كيف تراه الآن بعدما فعله أسود الأطلسي؟ عفوا، يا ريت أسود الرافدين، أسود الأطلسي في نصف النهائي. يعني حسين، يعني كنا يمكن أول يوم توقعنا أنه المنتخب الفرنسي هو يكون طرف في النهائي، التوقعات، لكن متغيرات أكيد موجودة. أعتقد أنه المنتخب الفرنسي كل الأرقام توحي أنه هو مؤهل إلى أنه يكون يخطف اللقب، بالإضافة لأنه الآن بدأت بوجود ميسي، ارتفاع أسهم منتخب الأرجنتين أنه يكون هو أيضا منافس للمنتخب الفرنسي في النهاية، لكن بحكم مباريات المجموعات، البدايات اللي كانت، أعتقد كانت الأمور كلها توحي إلى الجميع المتابعين للوضع، المتابعين للإحصائيات، الأرقام اللي موجودة أو الإمكانيات لاعبين، كل الأمور اللي ممكن تكون إلى جانب منتخب فرنسا هو يكون طرف مهم في النهائي.